فيلم الواحد عمله كان مقتنع بيه وكان قريب لقلبه فانا ما اعرفش يعني ما عنديش اجابه على السؤال ده. ممكن انتوا تجاوبوا على السؤال ده يعني ايه اكتر فيلم عجبكم. انما انا ما بشوف الافلام احيانا بشوف الافلام وده مرات قليله اللي بشوف فيلم ليا. وعاده ما بحبش قوي اشوف افلامي لان بكتشف برضو ان انا كنت عندي شويه تقصير او عدم اتقان في حاجات او اخطاء او انما في النهايه كل الافلام اللي انا عملتها انا شخصيا يعني قريبين لقلبي. اكتر ممثل ممثلين دول اثر على حضرتك او حبيت الشغل معاه؟ ما هو مش المهم ارتحت معاه، المهم هو عمل دور كويس وانا عملت فيلم كويس. هو ما عنديش تفضيل بالشكل ده يعني ما فيش ممثل هو احسن واحد انا ارتحت معاه. ماشي اوكي لا كلهم ارتحت معاهم. انا مش بقول ده مجامله على فكره، انا بقول لك الحقيقه يعني. وحتى لو كان في اي مشكله انا بتنساها لما تشوف الفيلم يعني. لما يعمل دور كويس الممثل ويكون حصل اي حاجه بينك وبينه طب بس في النهايه هو الدور هو الباقي وهو المهم. عملت عدد من الافلام ما هوش كتير، 9 افلام وانا اللي كتبت السيناريو ليهم كلهم فيما عدا فيلم واحد وفي فيلمين مبنيين منهم على عمل ادبي والباقي القصة. حتى أنا لو يعني لو سميناها قصة يعني فبالتالي أنا ما بختارش بين قصص يعني. أنا مش أنا بلاقي قصة، ده القصة هي اللي بتلاقيني. بمعنى ما يعني بمعنى إن إيه الموضوع اللي سكن جوايا في الفترة ديت فكتبته وطلع السيناريو ده. بالنسبة للسؤال الأول، السؤال الثاني معلش فكرين حضرتك كان عن انت قلتي لي يعني مثلا في الفيلم ده ممكن اقول لك مثلا افتكر كده سريعا في مشهدين كانوا صعبين شويه. مشهد احمد زكي مع عبد الرحمن ابو زهره في جامع السلطان حسن، وده كان صعوبته احيانا بتبقى صعوبات حاجه لا تتوقعيها يعني. مثلا ايه، احنا بنصور وبنسجل صوت طبعا، وبعدين احمد زكي من النوع اللي كان الله يرحمه يدخل يعني يحاول يعني يتقمص قوي الشخصيه ويعيش اللحظه فبالصدفه وهي مؤكد صدفه كويسه بس كانت متعبه لنا، ان كان في فرح جايين في الجامع يعني، ففي زغاريت وبتاع واحمد زكي مش عارف يركز علشان فمثلا ده كان سبب غير صعوبة المشهد كتمثيل
بالنسبه له، بالنسبه للاستاذ عبد الرحمن ابو زهر ربنا يديله الصحه وطولة العمر، اللي هو ممثل هايل وعامل دور هايل هنا. في مشهد تاني اللي هو المشهد بتاع المفروض بيحصل في الجزر اليونانية، اللي هو مشهد الاغتيال ده. كان صعوبته انه في ممثلين كتير واغلبهم مش ممثلين يعني، واطفال وبعدين في مش عارف ضرب نار ومتفجرات يعني كان في مشهد متركب يعني، المشهد ده متصور مش عارف في 3 ايام حاجة كده اهوت. وطبعا في مشاكل تانية في الانتاج يعني، كان بس كان مشهد صعب يعني، لدرجة ان بعد ما اتصور وخلص التصوير كنت خايف لا يطلع وحش يعني. ما فدول مثلا، انا بديك مثال طبعا. بتحب ان انت تشتغل افلام اللي انت كاتب لها السيناريو بايديك، لان في افلام كتيره جدا دايما هنلاقي ان السيناريست هو المخرج في حين الحوار وساعات القصه ما بتبقاش بتاعته، بس هو بيحب يكتب السيناريو جدا. عايز اعرف وجهه حضرتك في القصه. ما عملتش، ما رمستش والهروب من الرقابه مبدئيا يعني، يعني ما قصدي ما كانش ده عمل واعي يعني. ها انا ما اعرفش ايه الاسقاط اللي انت بتتكلم عليه، ما يعني لو انت شرحته لي انما انا يعني قصدي كنت هنا صريح، ولو في رموز فالرموز ديت مش لاسباب رقابيه يعني خالص يعني. في الفتره دي كان اللي ماسك الرقابه كان رقيب ذكي قوي ومتنور وناقد، هو اللي هو علي ابو شادي الله يرحمه. وطبعا كان في يعني انا مش شايف الفيلم فيه اي حاجه رقابيه تعترض عليها الرقابه، انما دايما لما بتيجي تقرب للداخليه طبعا ايامها تبتدي تتحسس يعني الامور وتقول طبعا ايامها ممكن تتحزن، دلوقتي لما تقرب للداخليه يشنقوك يعني. ما فعلي قال لي لا طب اكتب مش عارف مشهد في ايه يعني، ناسي حتى المشهد. ها قلت ليه لن تتخلى عن البطل بتاعنا لما ينزل؟ انا مش فاكر يعني، فعليا انا مش فاكر يعني. فقلت له ماشي بس مش هنفذه، ومش هصوره، ومش هتلاقيه في الفيلم يعني، مش مهم اكتبه بقى يعني. هو كان بيمرر السيناريو وهو ما حدث يعني، هو كان بيمرره هو جوه الجهاز يعني، انما بعد كده ما في النهاية الفيلم موجود يعني، الفيلم فيلم يعني، ما فما كانش فيه اعتراض عليه كفيلم. انا ما عنديش اسقاطات على حاجة على فكرة في ده يعني،
يعني يعني ممكن، لا ممكن يكون في اسقاط على النظام السياسي يعني حتى متجاوز الداخلية، يعني اللي هو النظام يعني بيدار من رأس مالية او من بره البلد والعصابات يعني حاجات كده، ودي عمرك ما هتقعد تقولها تقولها يعني يعني فده ما على فكره ليلين قوي المخرجين اللي بيكتبوا السيناريو كويس. فبالنسبه لي انا ما يعني انا بوصف نفسي بقول انا لا مخرج ولا سيناريست. طب انا ايه؟ انا واحد بيحاول يحقق فيلم يعني بيلعب لعبه كده وبيحاول يحققها، يعني بيجد سعادته انه يتخيل حاجه وبعدين ينفذها ويشوفها قدامه فقط. ده بيستتبع ان يبقى انت بتكتب السيناريو. طبعا ممكن ما اعرفش اكتب سيناريو، لو حد جاب لي سيناريو كويس هبقى شاكر جدا، بس يكون سيناريو مش مجرد سيناريو كويس، يكون سيناريو يعني بيمس حاجه عندي. وانما انا مغرم بال سنة 60 سنة يعني ولا 50 سنة فطبعا اللي استفدته يوسف شاهين كان أستاذ في المعهد يعني مش قادر أقول لك إيه اللي استفدته، مش فاكر يعني. أنا فاكر إن أنا كنت بحاول يعني اتعلم منه شويه حاجات في الدراماتيك دايركشن يعني الممثلين بس مش كتير زي ما تقول. ده غير بقى هو لما كان استاذ في استاذنا في المعهد، فده موضوع تاني، ده كورس يعني. لا اتفضل. دلوقتي لما تبقى الرقابه كده مع صناع الافلام دلوقتي هم يخافوا يشتغلوا اصلا، ما كده الشغل هيجي عليهم بخساره. لا هما مش بيخافوا يشتغلوا، هو السينما التجارية دايما ما يعني بتعمل الممكن يعني وما عندهاش. بتبقى المشكلة في السينما الأكثر فنية اللي هي بتكون أحيانا رائدة في التعبير بشكل ما عن حاجات معينة. انت عارف دايما الحاجة اللي اتعملت كتير بتبقى مقبولة، الحاجة المختلفة هي اللي بتبقى فيها. فيمكن المشكلة مش عند السينما التجارية، يمكن المشكلة عند السينما اللي هي بتحاول انها تعبر عن شيء مختلف، عن حاجة حقيقية. لان يعني السينما التجارية بتحاول تديك حاجة مسلية يعني وتشوفها كده ف
ما اعرفش طبعا طبعا بيأثر، بس هو التأثير انك مش يعني لو الرقابة هتقعد بالشكل ده مش هينفع نعمل افلام كويسة اصلا، مش هيبقى في حركة سينما. الافلام التجاريه انتشرت او ما يسمى بافلام العيد تعليق حضرتك ليه الافلام القويه المحبوكه دراميا كويس ولما اي حد يتفرج عليها بمختلف الاعمار يعني ما بقتش موجوده زي الاول، يعني ما بقتش موجوده على الساحه زي زمان. هل دي مشكله اخراج ام انتاج ام ممثلين؟ ده سؤال. السؤال الثاني، مين متوسم فيه خير من الشباب المخرجين الساحة الفترة الراهنة مقتنع بيه ان ممكن في يوم الايام يبقى حاجة كبيرة ومؤثرة بعد حكاية ان دلوقتي الافلام يعني بقت اقل من كمستوى يعني اقل من افلام زمان، انا شكك فيها شوية. أنا رأيي إن أفلام زمان كانت برضو في السينما المصرية كانت برضو سينما تجارية، وأغلب الأفلام أفلام تجارية وأغلبها ما هوش شديد الجودة ولا أي حاجة زي النهاردة. بالعكس النهاردة يمكن التكنيك متقدم أكتر بكتير عن زمان. طبعا في نماذج مختلفة، في افلام تشوفها يعني لا فيها تمثيل ولا تصوير ولا اخراج ولا بس زمان برضو كان في كده يعني، ما فيعني دي مش انما انت عندك ازمة ثقافة النهاردة يعني، وبالذات في السينما وفي عندك طبعا ده وده راجع لاسباب اجتماعية والسياسية. يعني أبسط حاجة يعني ممكن نتكلم فيها، أنت دلوقتي كان زمان في سينمات مختلفة، صالات عرض مختلفة، كان في صالات اللي هي في نص البلد اللي هي زي مترو وكايرو وديانا وميامي ومش عارف إيه وسينمات عماد الدين دلوقتي الإيرادات ما بتجيش من السينمات دي، بتيجي من المولات. عارف يعني ايه تذكرة السينما في المول بكام؟ انا ما اعرفش دلوقتي بقالي كتير 70 جنيه. فبالتالي بقت اللي بي السينما جورز اللي مشاهدي السينما بقوا طبقة، ودي كارثة في حد ذاتها. يعني انك انت اللي بيشوف السينما اللي بيمولوها، لان بعد كده لما انا اشوفها في التلفزيون انا ما دفعتش فيها فلوس، اللي بيمولوا السينما طبقه. فهذه الطبقه، هل الطبقه دي عندها هموم ولا ما عندهاش هموم؟ طب لو هي ما عندهاش هموم هم مش عايزينك تيجي تعمل لهم فيلم فيه هم وقعد تكلمهم عن حاجه، هم عايزين يتسلوا مثلا. انا بديك مثال، ففي اسباب كتيره قوي يعني، في حاجات كتيره لازم تتناقش وما اعرفش ايه حلولها يعني، انما في عندك المشاكل ده. هي كان ايه اهم الشباب المخرجين في الفتره؟ بص، في مخرجين كتير كويسين، بس انا ما بتكلمش برضو عن اشخاص، انا بتكلم عن افلام. يعني لو شفت فيلم، يعني انا شفت فيلم مثلا قريب اللي هو اسمه اخضر يابس، انا شديد الاعجاب بيه، ملهاش دعوه، انا ماليش دعوه بالمخرج يعني، واخد بالك؟ انما ليا دعوه شفت فيلم زي جاكسون، اسمه ايه، الشيخ جاكسون، انا معجب بيه، واخد بالك؟ وهكذا يعني. الامور
في فيلم سمعت عنه اسمه ما شفتوش للأسف يعني تقصير مني لو فوتو كوبي بيقولوا عليه كويس. ف يعني قصدي في أفلام كويسة لا يفي هذا النوع اللي ما يسموه السينما المستقلة في حاجات كويسة. We'll be right back.